أنا الحاجة ماجدة محمد موسى، زوجة المرحوم ممدوح أحمد طاهر محمد مسعود، من قرية بيادة مركز القناطر الخيرية اليوبية. عمري 63 سنة، موظفة بالمصرية للاتصالات بالمعاش. خرجت عن معاش شهر 10 2020، سن 60. الحمد لله رب العالمين، قضيت خدمة 36 سنة بالمصرية للاتصالات. قضيت عمري بعد وفاة جوزي كفاح وتعب ومشقة على أولادي، 9 أولاد، 6 صبيان و3 بنات. وطلبت من ربي طول عمري، كنت بطلبها وبتمناها، إن ربنا يكرمني بعد تعبي وشقايا بالحج العظيم. تاني لما ابني راح العمرة في رمضان، حلم لي وشاف لي رؤية عظيمة. قال أنا حلمت إن أمي واقفة بتلبي على جبل عرفات. فراحوا مكلمين بعض الشباب الستة وكلموا الباشمهندس معتز. لقيت الباشمهندس معتز ابني عامل لي تأشيرة سياحة للحج، وقال لي يا حاجة هتروحي بكرة الأربع تبصمي عشان تأشيرة الحج. بصمت يوم الأربع، جاني تأشيرة الحج يوم الخميس. وفقني الحمد لله ربنا، وبقى هنا البيت وأولادي وكل أحبابي سعداء إن ربنا ناولني تأشيرة الحج، حج بيت الله العظيم. والحمد لله سافرت، ولادي سافروا معايا الثلاثة، محمد وأحمد والبشمهندس معتز، كلهم يعني سافروا معايا الثلاثة. وفقني الله، رحنا سكننا في العزيزية الجنوبية، قالوا عشان تبقى قريبة من مناسك الحج. والحمد لله وفقنا الله بالطواف بالكعبة وبالدعاء مرة واثنين، والحرم رايحين جايين للحجة للحرم، لحد ما رحنا في جبل، عند جبل عرفات، قام اتوبيسين من عند السكن من العزيزية، اتوبيس للرجال واتوبيس للنساء. اتوبيس الرجال مشي وسبق اتوبيس السيدات، مشينا مفيش 50 متر والشرطة وقفت الاتوبيس. قالوا اللي معاه تأشيرة حج يطلعها. احنا ما معناش تأشيرة حج، معانا تأشيرة زيارة، زيارة حج سياحة. فأنا لقيته بيتكلم مع كل الحجاج، بصمت كده فهمت، لأنه قال كل اللي ما معاش تأشيرة الحج يرجع السكن، مش هيطلع على جبل عرفة، مش هيعدي، مش هيعدي من هنا خالص. رحت نازلة متسحبة بتوفيق ليا من ربنا كده، بتفكيري مع نفسي، من الباب بتاع الاتوبيس من ورا كده، وشنطتي السمرة في ايدي وشنطتي البيضة في ايدي، وتنيتي نازلة. قلت لحد، قال لي رايحة فين؟ اقول رايحة الحمامات. مشيت على بركة الله وربنا سترني، هعدي وامشي على الاقدام، مش هركب في نيتي بقى، مش هركب اي اتوبيس، لازم همشي على عرفة على رجلي، هحج على رجلي، اكتبها لي يا رب وهحج على رجلي، مش هركب اي اتوبيس. فعلا مشيت مشيت مشيت، لما بعدت عن الاتوبيس اللي الشرطه موقفاه وبقيت في سلام وامان كده، تنيتي ماشيه ماشيه ماشيه، الله اعلم بالمسافه اللي مشيتها، انا مشيت اميال، انا مشيت كتير قوي. فعندي كده مكان بسال واحد كده ماشي، بقول له انا فين دلوقتي؟ قال لي انت في منزلفه، انت في منزلفه. قلت له ماشي، طب اعرف، انا عايز اعرفها. قال لي كده على طول عرفه، بس قدامك بدري شويه. قلت له ماشي، بس كده عرفه ماشيه صح كده؟ قال لي ماشيه صح كده. تنتي ماشيه ماشيه، البي الله وادعو الله، لحد ما ربنا وفقني ووصلت عرفه. دخلت اول حاجه قابلتني في عرفه مسجد نمره، لقيت المسجد، بسال ده مسجد ايه؟ قالوا مسجد نمره. رحت الشنطه اللي كنت حاطاها على دماغي السمرة دي، كان فيها لبس الاحرام بتاعي الابيض. رحت داخله حمامات النساء، اتوضيت وغيرت هدومي، العبايه السمراء اللي كانت عليا والخمار، ولبست لبس الابيض اللي انا هلبي فيه ربنا طول اليوم بتاع عرفه وانا صائمه لربي. تميت لب 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 لبي ومع ربنا بالدعاء، وما رضيتش. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.